السلام عليكم، اسمي ادريس حيزون، النمره ديالي 0651 73 61 28. انا كنت خدام في واحد المزرعه هنا في ترخادير الدوارات علي ويسويت ومغار، خدام مع شي ناس تما عندهم الجرده ديال الشركه الفلاحه، وخدمت معاهم 2025 9 2018، وانا خدام معاهم حتى شهر 8 غشت اللي فايته 2021، وتخلفوا بيناتهم. المهم عندهم شي مشاكل وانا خلوني بلا الخلاص، وبقيت كنتسنى واحد اخوهم كيجي تما كنقول له ودي خلصني واعطيوني رزقي. كيقول لي حتى يجي المدير، حتى يجي الجيرو، حتى يجي انا اللي مكلف المزرعه، انا اللي كنشرب، انا اللي كنداوي، انا اللي كنحش، وعندي البهيم معاهم بالنص، وكان داوي تما وكنشرب، حتى كملت عندهم 7 شهور تما ما خلصونيش. مشيت عندك سي قلت له ودي راه 7 شهور هذه ما خلصتونيش، كيفاش؟ قال لك حتى يجي الجيرو. وما صافي ما لقيتش ما ناكل انا ولادي، صافي 7 شهور ما عندي ما ندير. مشيت عند مفتي الشغل الميدال، دعيتهم تمايا كتسدعينا، ما عمرهم جاوا يتعرضوا كاع للجلسات. تقول واش عمرهم جا شي 5 خطرات ولا 6 خطرات؟ ما عمرهم جاوا. حتى عطاتني ديك الورقه باش نديها للمحكمه. كي شديت الورقه وجاتني الورقه تاع الافراغ من المحكمه، ودا استدعوني للمحكمه وجاتني الورقه الافراغ، وانا مشيت درت عليهم الدعوه في التعويضات في حي سلاف في الرباط، وراهم دابا ردوها للميدالت وحكمت عليا بالافراغ. نهار 21 جاو عندي، خرجوا عندي القهوه وخرجوني بالزنا ولادي، وحيدوني نصف الكسيبه ديالي، وحيدوني شي لافيراي عطاه ليا واحد السيد شرا عندهم لافيراي الله يخلف عليه، ولاحوني لبرا انا ولادي، وانا كنتشرد انا ولادي، وجينا في الشاري وحتى لهنا، والشتا كضرب علينا، حتى جا واحد المستير الله يخلف عليه جابنا لهذا الدار. يعني غير محسن اللي عطاكم الدار، غير المحسن اسدي اللي عطانا. وما ذاك النهار في 21 وكاينه الشتا، وحنا جالسين في الشاري انا ولادي، عندي 2 ولاد والمراه وخويا معاق انا اللي كنصرف عليه، والعواشر هادي الله ياخذ فيهم الحق. شنو هو النداء ديالك؟ سيدي كنطلب من المسؤولين يديروا تفتيش في هذا الشيء، ويشوفوا من هذا الشيء راه ظلما، هذا راه ظلمت، هذا ظلما، راه ظلما. هذه دابا 11 شهر وانا ما مخلصش، ها صبعي ها هو مشى عند الله. وبقيت انا غير كنصبر دابا نصبر، كل ولادي الخبز وتعدوا عليا هاد الناس هادو، وجا واحد منهم قطع عليا الماء، سد عليا البير، وانا بقيت انا بالعطش انا ولادي، حتى كيموتوا الشياه راه ماتوا الشياه، وتعدوا عليا الله ياخذ فيهم الحق. وكانت من المسؤولين يشوفوا هادشي. وقابل تفاح، فيها تفاح، ومقابل تفاح الجرده كبيره فيها شي 5 دكتارات ولا 6 اللي فيها ديك الجرده، وانا اللي مقابلها، وعف الشهود وفي ذاك الدوار ديال الخضير كلشي الناس كيشهدوا عليا كاملين، وانا غير انا اللي كنخدم تمايا. وراه جا وراه لاحوني دابا، عندي الكسيبه معاهم بالنص، الكسيبه ديالي وديرهم بالنص، راه حيدوها ليا دابا. حتى الكسيبه حيدوها لك؟ حتى الكسيبه حيدوها ليا. شي رافيراي عطاهم ليا واحد السيد، شرا عندهم رافيراي تمايا، حتى ذاك رافيراي اللي عطاني السيد حيدوه ليا، ولاحوني لبرا. والدجاج، حتى الدجاج ديال المرا طمعوا فيه الدواء، حتى الدجاج ديال المرا طمعوا فيه الدواء. الله ياخذ فيهم الحق. وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا يديروا تفتيش على الشيا، راه ظلمان كبير. حيدوني الخرفان، اني قاس والله ما عندي حتى العيد دابا، راه واش رجال العيد جا، والله ما عندي، كنقسم بالله اللي ما عندي حتى العيد دابا باش نعيد انا ولادي. الله يفرجها علينا ويفرجها على المسلمين المجمعين، اللهم امين. ممكن عاوتاني تعاود لنا الرقم ديالك؟ 0651 اسيدي، 0651 73 61 28. ليس حيزون، عندي 33 سنة، وأنا كنسكن فايت ومغار حاليا دابا. واحد المحسن عطاني هاد الدار الله يخلف عليه، الله يرحم والدينا ود خويا، الله يجازيك بالخير. المهم راه خلاونا حنا هكا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ولادي، لا حول ولا قوة الله، هادشي اللي غنقولو.